استحالة هيتكرر لو احنا كمان سعينا ان ما يتكررش. وده مهم جدا، لان كلنا بلا استثناء كان عندنا تخوفات، حاولنا عملنا اقصى ما في وسعنا عشان في اوقات كتير جدا نوصل الرساله دي. كل واحد عمل دوره وكل واحد حاول يوقف ده، ولكن يبدو ان كانت اراده اخرى اقوى من فكره ان انت بتعترض. طيب احنا كلامنا مرسل؟ لا، وما تعودتوش معانا ان يكون ابدا كلامنا مرسل، واحنا مش بتوع الكلام المرسل. عشان كده بدل ما تعترض على اي جملة هتتقال، الاسهل جدا انك تقول هي ليه غلط او ازاي غلط. وما تجتزئش لما تقال في 2019 ان الفار تطبيقه هيؤثر على ترتيب الفرق. ايوه هيؤثر على ترتيب الفرق، ولكن لما يبقى فيه 15 نقطة بيتحرم منها النادي الاهلي، 13 نقطة بيستفيد بها المنافس، اكيد كمان ده حط الجهاز الفني يا اسامة في موضع خطير جدا، لان احنا بنعترف ان مفيش شيء مثالي. ولكن تخيل انت كنادي اهلي فارق على المنافس 28 نقطة لو الاخطاء دي مش موجودة، هل تقييم المشجع بنظرة مجردة للموسم الخاص بالدوري وليس الموسم بتاع الاهلي ككل كان هيكون نفس التقييم؟ بالتأكيد لا. بالظبط، وده اللي احنا بنقوله.